سلطانة بترجاكي توقفي بكي. أمي؟ شو اللي صاير أمي؟ شو في؟ أنا خلص تعبت يا مصطفى، أنا ما عاد فيني أتحمل هالمرة أكتر من هيك يا ابني. ممكن تفهميني شو صار بالضبط؟ رحت لحتى أحكي معها مشان اللي عم تعمله. كل اللي قلت لها إياه أنه ابني صار شاب وما عاد رح أسكت على تصرفاتك. كانت رح تضربني تصور، رفعت إيدي بوشة لحتى دافع عن نفسي قدامها. فجلالت السلطانة بهديك اللحظة وما بقى عرفت شو بدي قل له. مسكني من إيدي وجبرني إني أعتذر منها بالغصب يا ابني. أمك يا مصطفى اعتذرت من هيام. أنا ما عاد فيني استحمل مصطفى لهون وبكفي. مصطفى والله زعلاني على الست درة، يعني هيك بزتوها بالشارع بدون رحمة؟ وين بدها تروح بعد هالعمر؟ شو بتعمل؟ أنا مالي مبسوط من اللي عم بيصير أبداً. لازم نلاقي شي حل أحسن ما تتطور القصة أكتر. مو بس هي المشكلة، لأنه في كتير مشاكل غيرها. كيف؟ شو بدك تساوي؟ مصطفى؟ سلطانة هيام، فيكي تتركينا أنا وأبي شوي؟ مولاي بتعرف شو وعدتها لأمي؟ وعدتها إني أحمي حياتها لو مهما كان الثمن، وإنه ما رح خلي حدا يزعلها، وحضرتك بتعرف هالشي، ومشان هيك رحنا على قدرنا. بس اللي واضح إنه ما في شي تغير بنوب، لساتك عم تعاملها بنفس الطريقة وكمان بنفس القسوة. والعدالة من أساسيات حكمك سلطان، مو هيك انت علمتنا؟ بدي اعرف مين عم يتحكم بمستقبلنا سلطان، حضرتك ولا سلطان هيام؟ ما عندك جواب لسؤالي مولاي؟ مين عم بيدير الامور هون بالقصر؟ مصطفى، أنا بعرف إنك بتخاف على أمك وما بتحب حدا يأذيها، وبعرف بنفس الوقت إنك مخلص كتير لإلي، بس لازم تنتبه. أوعك تنسى هلأ أنت قدام مين واقف. أبوك بيكون السلطان سليمان. كيف بتتجرأ وبتسألني هيك سؤال؟ جاوبني لشوف. قلي كيف بتتجرأ؟ أنت ما بتعرف إنه أوامري وقوانيني هي اللي بتمشي بكل الأرض بدوس عليها؟ حتى مستقبل العيلة السلطان هو يلي بيرسلنن إياه، وكل قرار باخده بيمثل إرادتي أنا وبس. هاي الإمبراطورية لا يمكن تندار بدموع النسوان. بما أنه هيك وقفل السلطانة هيام، ولا تخلي دموعها تفرق بيناتنا. لك أنت شو بتقصد؟ هذا الواقع. حضرتك قوي كتير وقادر انك تدير الكون كله، بس انت ضعيف قدام هيك وحدة. روح من وشي مصطفى، ولا رح ساوي شي مو منيح. مولاي اقلع من وشي، مو قادران اطلع فيك.
مصطفى وين كنت لهلا؟ قلي شو صار بينك وبين ابوك؟ قول شو صار بينكم؟ شكلك راجع كتير متضايق. امي يا ريت ترجعي على جناحك واوعك تبكي مره تانية، ما رح اسمح لحدا يزعجك. روحي انت شو عملت؟ اوعى تكون ضايقته لابوك بحكيك. اذا حكيت شي كلمه غلط بدي اياك هلا تروح تطلب السماح منه. هلا مو جاي عبالي احكي بنوب. مشان الله ما تواخذني، نسيت حالي وخفيت وأنا عم بستناك. مو مشكلة، أنا والله بستاهل تعاقبوني على هاي الغلطة. وقفي، أنت شو اسمك؟ نور. صورتك ما عم تروح من بالي وصوت قلبك وهو عم يخفق. وقتها كتير كنتي خايفة، حسيت قلبك رح يطلع من محله. ولساته هيك يا أمير. شوف يلا قومي. أمير مصطفى اسمح لي، أنا صار لازم روح. لوين نورة؟ أنا ما قلت لك تروحي، خليكي هون معي، جاي عبالي أفطر أنا وياكي. شو هدول بابا؟ أعطيني هدول الحجرات. ما فيني أعطيك ياهن، عم نلعب هلا. إيه هلا بتعلمني وبتصير تلعب معي. طيب أعود مقابل، إذا خسرت ما بصير تهرب. أنا فيني أسبق وأسبق إبراهيم باشا، أنا تعلمت منيح. لكان يلا ورجيني مهارتك هلا؟ اللي بيوصل على قصر الصيد بالأول هو يلي بفوز. دع. على بالي كمل، بدي انزل على الحدية واتدرب على الرماية. هلا كل مرة بتخسر فيها رح تهرب يا مصطفى؟ لازم تاخذ درس من خسارتك، تعرف انت وين غلطت. طيب هحفظ درسي،
بس بدي اقول لك انه صرت اركب على الحصان منيح. يا حراس. مولاي السلطان، روح نادي لي لمصطفى بسرعة. امرك مولاي. حضرة الأمير، إجت السلطانة ناهي الدوران. مو فاضي استقبلها هلأ، برجع بروح لعندها بعدين. مصطفى؟ أمي، يعني الموضوع ما بيتأجل؟ تعال معي. فيك تقلي شو اللي عم تعمله؟ ليش قاعد بالجناح كل الوقت وما عم تطلع أبداً؟ أنا مرتاح هيك سلطانة، شو بدك مني؟ مولاي السلطان طالبك، روح لعنده بسرعة. هو بده يشوفني؟ ليش مستغرب؟ يلا جهز حالك فوراً، لازم تلبي طلبه بدون أي نقاش. بس أنا اللي بقرر إذا بدي روح أو لا سلطانة. اللي صار بيناتكم مبارح لازم تنسى، يلا روح لعنده. أنا مستحيل أنسى هالشي بسهولة. معقول أنت عم تقولي هيك؟ إيه طبعاً، لازم تعرف إنه شو ما صار بيناتكم هو بضل أبوك، وأنا ما بيهون علي يتزعلوا أبداً منك، لأنه بضل السلطان. عم تفهم؟ يلا روح بسرعة، أنت ما بصير إنك تكسر كلمته. لا أمي، أنا ما بدي روح لعنده، كمان بكرة أنا ما رح شارك بالاحتفال، بلكي وقتها بيعرف قدي هو غلط بحقنا وجرح مشاعرنا. شو أنت جنيت يعني؟ ما بصير تعمل هذا الشيء أبداً، الأمور هيك رح تتعقد أكتر بيناتكم إذا بكرة ما كنت موجود. تصرفك غلط، عم تفهم؟ انت لازم تشارك. لو سمحتي امي تركيني هلا، انا بدي اكمل فطوري. مصطفى. سلطانة، بترجاكي بكفي. غلط هذا اللي عم تساويه يا مصطفى، يلا تعال معي. لا مو غلط. نورة وانتي روحي كمان، المسا بشوفك. حاضر، مثل ما بدك يا أمير. مولاتي، قال طالبتيني. تعال يا مصطفى، عود قدامي. أمي شاكيتلك وهالشي واضح. شوف، ما بيجوز تزعل من أبوك، وبلا ما الشغلة تكبر أكتر، لازم بكرة تشارك بالاحتفال، الموضوع مو لعبة. أنا مو ناوي شارك بكرة. شو عم تقول أنت؟ معقول ما تنفذ أوامر أبوك السلطان؟ ضروري تحكم عقلك وتتراجع عن هالقرار. بعتذر منك، بس مستحيل أتراجع، هذا قراري. لا تغلط مصطفى، بدك تنفذ الأوامر. كل الوزراء والباشوات رح يشاركوا بالاحتفال، وإذا ما شافوك هنيك رح يفكروك متمرد على أبوك. حاشا يا سلطانة، مو هيك الموضوع. لكن لازم تروح وشارك بالاحتفال مشان ما يفكروك عم تعصى أبوك يا مصطفى. لا تزعل أبوك منك، أوعك تغلط هالغلطة. اسمعني حبيبي، أبوك بحبك يا مصطفى، لا تكبر الموضوع. خلصتي مصطفى؟ ما رح أتراجع أبداً. ناهي الدوران، ابنك لازم يتراجع عن هالموقف،
وإلا رح يدفع ثمن كتير كبير. مانك على بعضك، شو اللي صاير معك اليوم؟ الله يخليكي آي بي كي، ما بدي أحكي بنوب لأنه مو ناقصني توتر. طيب مثل ما بتحب، ماني حابة أضغط عليك. مصطفى، السلطانة الأم ما عم تسمح لي روح منهم، يا ريت لو تحكي لي معه. مستحيل هلأ حدا يسمع الشيء اللي بقوله. وبعدين ليش بدك تروحي؟ شو مليتي منها؟ ايه صاير كتير عمل، طولتهم، وبصراحة حاسة حالي بهذا القصر مثل المسجونة. خلص رح صير طلعك من القصر، مو أصلا بهالتياب رح يفكروكي زلمي. انتي روقي بس. عم تتمسخر علي؟ يا ريت تهربني من هون. كيف؟ الشغلة مو كتير صعبة، والله بتقدر عليها. يا سلام، طلعت مخرج بالمرة. برأيي احكي مع بالي بيك، هو بيقدر يساعدك. بالي بيك شخص كتير محترم وبينوثق فيه. غريبة، هالشي مو مبين عليه بنو. معقول هالصفات موجودة بشخصية بالي بيك؟ مأمون باشا؟ سلطانة؟ وينو إبراهيم باشا؟ حضرة الباشا لسه ما إجا يا جلالة السلطانة. أنا بدي إياه بموضوع كتير مهم. ما مشكلة، بعدين برجع بشوفه. أمير مصطفى، تعالي نورة. قولي لي انت شو عملتي فيني؟ انت ببالي على طول. تعرفي انه طول اليوم قاعد عم بصفن فيكي؟ أنا موجودة هون بس مشان جنابك. أنا جاريتك اللي خلقت كرمالك. قولي لي مين انتي؟ كيف اجيتي؟ وين ولدتي؟ وين عشتي؟ قولي لي كيف طلعتي هيك قدامي؟ مين هو اللي جابك؟ نورا انتي الله بعت لي اياكي هدية من السما.
أنا رح سميكي اسم على ذوقي. أنا بتشرف. من اليوم ورايح رح يصير اسمك فتون. ليش فتون بقى؟ لأنك فاتنة وحلوة كتير. أنا مفتون بجمالك صدقيني. فتحي أذنيكي واسمعي، انتبهي منيح للشي اللي بدي أقوله. كتير مهم إنك تدخلي على غرفة الأمير مصطفى، وقتها بتضمني تتغير حياتك. يا رح تصيري سلطانة أو بتبقي جارية عادية. لهيك لازم تستغلي هالفرصة كتير منيح، ولا تنسي إنه السلاح الوحيد اللي أنت بتملكيه هو الوحيد. ما عجبك اسم فتون؟ بل عجبني كتير حلو. أمير مصطفى، لو بتعرف قديش أنا متشوقة إنه آمن بدينكم وعيش بالنور اللي أنتوا عايشين فيه. حابة هالنور يهديني وينورني. يا أميري أنا حابة كتير إني أكون مسلمة. معقول بدك تصيري مسلمة؟ فتون فتون. مولاي بتعرف شو وعدتها لأمي؟ وعدتها إني أحمي حياتها لو مهما كان الثمن، وإنه ما رح خلي حدا يزعلها. والعدالة من أساسيات حكمك سلطان. أنا يا إبراهيم كتير مزعوج منه، خلاني أفكر بطريقة كتير غريبة. حسيت لحظة إنه هو عدول. صدقني خفت من حالي، خفت أعمل له شيء يضره. يا إبراهيم أنا مو حابب صير مثل أبي اللي وصل لمرحلة سمن فيها أقرب الناس لأبي. لازم تحمل معك سلاح تاني على طول يا مصطفى. مبسوط لأنك صرت رجال قوي قادر تحمل سلاح وتروح على الحملات ونحارب سوا. بس أنا أحيانا بكون كتير حزين يا مصطفى، لأنه كل ما بيكبر الواحد بيفقد كتير من براءته، وهالشي بيزعلني. فتون، يسعد صباحك أمير مصطفى. وصباحك. أنت ليش فايقة؟ بكير لسه. عم بطلع بوشك وعم بدعي لربي إنه ما يحرمني من شوفتك ويخليك جنبي العمر كله. حضرة الأمير مصطفى، أنت فقت؟ شو في يا سنبل آغا؟ الكل عم ينتظر حضرتك على الاحتفال بعد صلاة الجمعة يا أمير. إبراهيم باشا؟ طلعي لبرا.
صح صح تأخرنا، لازم نروح. أنت ما لك صلاحية تأمرني. إذا استدعى الأمر أنا مضطر أمرك. تعرف ليش بقى؟ لأني أنا حلفت يمين أنه أحميك من كل أذى، حتى لو من حالك أنت. أنت شو لساتك عم تساوي هون؟ ليش شو في سنبول آغا؟ أنت شو بدك بهالسؤال؟ روحي على الحرم ليك، طلعي فيني. أوعك تروحي تحكي شو صار هون نورة، إذا حدا بيدرى والله وبالله عقوبتك رح تكون كتير كبيرة، فهمتي؟ يلا روحي. قوم البيس دول فورا، طلع لبرا يا باشا، أنا ما رح أجي. لا بدك تجي مصطفى. يلا باشا. ولك عم أقول لك قوم. أنت جنيت شي؟ حابب يطير راسك اليوم؟ الأب مستحيل يقتل ابنه يا باشا، هيك قال لي بزمانه. شوف لقلك، أنت بتصرفك هذا عم بتصب الزيت على النار وتعطي فرصة للي بدهم يأذوك. أنا بدي إياك تحط عقلك براسك يا مصطفى. أنت هلأ ما عم تتعامل مع أبوك، مع السلطان سليمان المعظم ملك العالم. الولدنة كانت زمان، أنت هلأ كبرت وصرت هلأ وريث السلطنة العثمانية العظيمة. هذا بيعني أنه في مسؤوليات كبيرة بتوقع عليك، ولازم تعرف أنه القرار بدك تاخده هلأ رح يحدد مستقبلك وكل حياتك. مولاي سامحني على التأخير، حبيت بوس إيد السلطانة الأم قبل ما أطلع. عال يلا. مولاي أنا بعرف أني تجاوزت حدودي معك، سامحني، معكن حق تزعلوا. مصطفى أنا أكتر واحد بزعل منه هو عدوي، بس أنت ابني مو عدوي. أنا ما كان قصدي أعصي أوامرك، بس تعرف أني كنت كتير مزعوج وما قدرت أني ما روح شوفك وأحكي معك يا مولاي. كل إنسان بيواجه مشاكل بحياته من أول ما يفتح عيونه ليموت، هذا معروف، بس ما بيصير أبداً إنه يحلها بالعصبية والزعل والصوت العالي. إذا في عندك مشكلة لا تحطها بقلبك، حكيها يا ابني، لا تخليها جوات قلبك، أنت لازم تحكيها. وتأكد إنه أنا مستعد أسمعك دائماً. تعال لعبك من ألي، من زمان ما غلبتك. مولاي تعال يا إبراهيم، الأمير ما عم يرحمني باللعب بنوب. هالشي مو جديد على أميرنا. مصطفى حابب إنه يروح على فيينا مرة تانية، لازم ننزله لشاركان عن عرشه، خليه مبسوط فيه. أصلاً هو بينه وبين حاله بيعرف إنه ما رح يطول. بظن بالنسبة للغرب وصلنا لهدفنا،
العالم المسيحي فهم إنه ما في بهالعالم إلا إمبراطور واحد هو أنا. إجا الوقت المناسب لحتى نتجه على الشرق. خضنا حروب كتير كبيرة مع العجم لوقت طويل وما حدا منا هزم التاني. الوضع هيك من عهد السلاجقة. أنا لازم أحسم معهم المعركة. هذا الشيء اللي ما حسمه أبي. عفواً مولاي السلطان، من بعد إذنك أنا بقترح نروح على الضفة الثانية من المحيط. المستكشفين اللي عم يروحوا لهنيك عم يرجعوا باكتشافات جديدة وغنائم. إذا عن جد نحن إمبراطورية عالمية فالمفروض أنه نقسمن الغنائم. شو رأيك يا مصطفى؟ مولاي أنا عم فكر بالهدفين سوا. حضرتك وإبراهيم باشا روحوا على الشرق وأقضوا على الصفويين وخلي العثماني هو السلطة الوحيدة بالشرق، وأنا رح قود الأسطول مشان نقطع المحيط الكبير، وهيك وجودنا بيكون من جهتين. بس سلطانة أنا بعتبرها لأيبي كمثل أختي. سلطانة أنا بتشكرك لأنك شفتيني بليق بالأمير مصطفى، بس كلام الأمير صحيح، أنا والأمير منحب بعض مثل الأخوات، وبصراحة أنا كتير مستغربة وما بعرف شو بدي أقول مولاتي. أيبي كي اسمعيني منيح، زواجكن هاد هدفه أنه يوطد العلاقات بين سلالة جيراي خان والسلالة العثمانية، وهالشي بيفيد عيلتك، مفهوم؟ بعدين لا تنسي أنا كمان من الكيرم، ولما بعتوني لهون كنت بعمرك، وقت جوزوني للسلطان سليم الله يرحمه كنت مثلك رح أموت من الخوف لأني بعدت عن أهلي. بس لما عرفت مين بيكون جوزي تغير رأيي كتير وحبيته من كل قلبي، وأنا متأكدة إنه أنتي كمان رح تغيري رأيك ورح تحبيه للأمير مصطفى من كل قلبك. أكيد يا أيبيكي، زواجك أنتي والأمير مصطفى كتير ضروري، واتنيناتكن لازم تفهموا وتقدروا الظروف لأنه هالزواج هو لمصلحتكن. مولاتي أنا بوافقك الرأي. وبكرة بس يتزوجوا ويصير عندهم أولاد إن شاء الله رح يعرفوا أنه كان الحق معنا. وهي فكرة مين بقى؟ سلطانة، السلطان موافق على هالشي؟ أنا واثقة أنه رح يوافق يا مصطفى. أنا ما حكيت شيء احتراماً للسلطانة. لازم تعرفي إنه أنا ماني موافق على هالزواج وما رح أقبل إنه أنتوا تختاروا شريكتي. يا ابني زواج ولي العهد هو شيء بخصنا كلياتنا ومن مسؤوليات الدولة العلية، ولا لتكون مفكر حالك رح تتزوج حيالة وحدة. أنا بقدر أختار الزوجة المناسبة لألي وما بقبل تتدخلوا بحياتي. حياتك مو ملكك، ما تنسى أنت مين. أنت ولي العهد وأنت اللي رح تحكم بعد أبوك، ولا تنسى أنه لك منافسين بالقصر بدهم يتخلصوا منك. لما تتزوج بن سلطان الكير موقفك رح يقوى. واضح أنه كلامي ما جاب نتيجة بنوب. مصطفى أنا هلأ سمعت يا مصطفى، والظاهر إنه والدتي ووالدتك هني متفقين مع بعض وأخذين هذا القرار. مولاي لو سمحت تدخل وإنهي الموضوع بطريقتك، أنا ما بدي هالزواج يتم. طبعا يا مصطفى رغبتك كتير بتهمني، بس برأيي إنه هني اختاروا لك واحدة بتستاهل إنك تفكر فيها. أيبيكي بنت ذكية وكتير حلوة، وغير هيك هي بتليق فيك لأن بنته لسلطان الكيرم. بس بابا لا تستعجل يا مصطفى، فكر وخد وقتك. بوعدك فكر بالموضوع، مهلوني شوية وقت. بتمنى يا مصطفى تاخد القرار المناسب. مولاي
حابب أعرف إذا قراري عن جد رح تاخدوه بعين الاعتبار ولا لا. وقتها بنحكي يا مصطفى. مولاي أمير مصطفى، الظاهر أنك أنت كمان سمعت بالخبر. صحيح يا مولاي. إيه قلي يا إبراهيم، أنا حابب أعرف رأيك بهالزواج. رأيي مثل رأي السلطان الأم يا مولاي، أنا بهنيكم على الزواج ومبروك للأمير. أنا رح أستأذن، تصبحوا على خير. مصطفى شو قال لك السلطان؟ طلب مني فكر، قال بلا ما تستعجل. مصطفى؟ لا لا تخافي، قراري ما رح يتغير، أنتي مثل أختي. بتصدق خفت أنك تغير رأيك؟ وليش انخطف لونك؟ بس ما أكون مؤدي المقام. لا أنا ما قصد هالشي بالمرة، بس أنتو قراراتكم بتخوف. ليكون في حدا بحياتك اي بي كي؟ لا ما في بنوبة، اصلا انا ما بحب الزواج، انا ما رح اتجوز. لا تقولي هيك، ما بتعرفي مع الايام شو بيصير. مصطفى انت شو قصدك باللي عم بتقوله؟ معقول يجبرونا على الزواج؟ والله ما بعرف، الموضوع مو سهل يا اي بي كي، لانه الشغله مو متعلقه فينا، القصه اكبر من هيك. وبصراحه لازم نكون جاهزين لكل شيء. ادخل. فوتون. سمو الأمير مصطفى. صاير معك شي؟ ولا شي. معناتها وصلك الخبر. إن شاء الله يكون زواج مبارك. أنت بتستاهل كل خير سموك. ما بدي إياكي تتضايقي. إذا بتتركني أنا بموت. صدقني أنا ما فيني أعيش بلاك. أنا مستعدة أساوي أي شيء كرمال إني أكون معك دائما. كوني مطمنة، أنا هلأ ما رح أتزوج. عرفت إنكم هون فقلت لحالي بيجي بشوفكم. أي منيح اللي إجيتي، أنا ومحمد كان في بيناتنا مبارزة. اتركوا لمحمد بحال، إذا فيك واجهني إلي يا مصطفى. نحن ما منسحب سيفنا عن النسوان. مزبوط مأمون باشا؟ مزبوط جناب الأمير. إمتى قررتوا تتزوجوا؟ نحن ما رح نتزوج. أنت شو بتقصد؟ لأنه أنا على طول بشوفها مثل أختي، مشان هيك ما فيني أتزوجها. عيبك يا خانم؟ لا تزعلي، بدك أنا بساعد تزوجك. مو ملاحظ إنه لسانك طولان؟ تعال معي لشوف. سمعت شو قال؟ مصطفى ما بده يصير هالزواج، وأنا كمان.
ادخل. حضرة الأمير مصطفى. مين أنت؟ أنا اسمي فاطمة يا أمير. السلطانة ناهد دوران أمرتني إجي لهون، يعني إجيت بناء على رغبة السلطانة. وئام. أمرك يا أمير. فوتون خانم وينها؟ مو قلت لكم تبعتوا لي اياها؟ السلطانة ناهد دوران يا أمير أمرتنا اليوم أن نبعتها على القصر القديم. ما حدا خبر حضرتك؟ كوثر طلعي لبرا. مصطفى؟ كوثر. ليش مزعوج؟ فتون ليش مو بالقصر؟ مين فتون؟ سلطانة. تقصد الجارية نورة؟ أمرتهم يبعدوها. السبب؟ لأني مو مرتاحة لبنوب، ووحدة مثل هي ما بتليق بأمير مثلك. أنا ما بدي إياها تروح، قلي لهم يرجعوها فورا. ما توقعت إنه هالقد تزعجك روحتها. وبما إنه عرفتي إنه أنا مزعوج، خليهم يرجعوها فورا. مصطفى. سنبول أغا. حضرة الأمير. سلطانة. السلطانة عندها شي بدها تقلك يا. تحت أمرك سلطانة. أمير مصطفى بتأمرني بشي تاني؟ فتون. أنا مبسوط كثير لأنك رجعتي لعندي. أخيراً إجيتي؟ فكرت ما رح أشوفك مرة تانية. ما بتعرف قديش خفت، حسيت رح أختنق، وكأنه صار لي سنين طويلة بعيدة عنك يا أمير. قلبي احترق بس بعادوني عنك. من هون ورايح ما رح نفترق. بوعدك. شوفي هاد، احملي معك على طول. وقت بتطلعي فيه تذكري انه انا على طول جنبك. دستور جناب الامير مصطفى. سلطانة. شو في يا مصطفى؟ احكي. خير؟ شو صاير معك؟ مولاتي السلطانة، أنا جاي مشان خبركم شغلة كتير مهمة، والموضوع بيتعلق بزواجي أنا وآيبيكة. تفضل قول. سلطانة، موافق على أي قرار بتاخدوه بخصوص زواجي من آيبيكة. يعني أنت موافق؟ أي نعم. وهذا هو القرار الصحيح يا مصطفى، لأنه هالزواج هو لمصلحتك. ألف مبروك حبيبي، وإن شاء الله بكرة منشوف ولادك يا رب.
ومبروك لنا كمان يا سلطان. سلطانة، أمير مصطفى. آي بي كي، كنا عم نحكي بموضوعكم. وأنا بدي أحكي بالموضوع نفسه. أنا جاية مشان أخبركم، إذا جناب الأمير بيوافق يتزوجني أنا موافقة على الزواج. ليش غيرت رأيك؟ لا تكون فعلاً طلعت حابب تتزوجني. لأني شفت أنه هذا القرار رح يكون لمصلحتنا بالنهاية. الموضوع يا آي بي كي ما له علاقة بس بمستقبلي أنا وياكي، هو سياسي. بس أنت ليش غيرتي رأيك؟ لأنه علمونا أنه الكبار معهم حق على طول، وبعدين ما فينا نوقف بوشه. كيف ممكن انه نتزوج ونحن ما في مشاعر بيناتنا بنوم؟ بس اطمن، انت بتضلك رجال وما رح يفرق معك الموضوع. بكره رح تدور على مصلحتك وتساوي علاقات كتير. جلالة السلطان عيني المسؤول عن الخطبة. في أي شيء ببالك يا جناب الأمير منشان نفذ لكم إياه؟ شكراً مأمون باشا، بدي منك تكون حفلة الخطبة كتير بسيطة منشان نخلص بسرعة. جناب الأمير، شو هالحلاوة كلها؟ عجبتك؟ كتير، بتجنني. لبست هالفستان بس مشانك. مسؤولياتك كبرت يا مصطفى. بعد الزواج رح تسافر على السنجق، بدك تجهز حالك. إن شاء الله رح كون عند حسن ظنك يا مولاي. مولاي إبراهيم باشا وين راح؟ أنتوا شو عملتوا فيه؟ أنتوا قتلتوه مو هيك؟ خديجة تعالي قعدي وهدي حالك. شلون بدي أهدى؟ هلأ بدي أعرف إبراهيم أنتوا شو ساويتوا فيه؟ إبراهيم بخير. طيب هلأ وين؟ قتلتوه؟ شفت راس التمثال وكان مقطوع، هاي شو معنى تفهمني؟ ليش راس تمثال إبراهيم مقطوع؟ انت وعدتني، وعدتني إنك تحميه، ليش ما وفيت بوعدك؟ قلي، أمرتن يقتلولي جوزي؟ أنا كيف رح أتحمل كل هالألم والعذاب؟ قلي. هادي عمتي مصطفى، خده من هون. مولاي خلص اهدي. وين إبراهيم؟ شو بدي ساوي؟ هلأ كيف بدي أعيش بدون إبراهيم؟ عمتي لا تخافي، الباشا بخير. من وين بده يجي الخير يا مصطفى؟ أبوك قطع له راسه. إبراهيم شو سوى لحتى يعاقبه هيك؟ قطعوا له راسه. Thank you.
يغيبوا عني. انتوا كنتوا بتعرفوا ما هيك؟ ليش سمحتي لهالشي يصير؟ ليش ما حاولتي تمنعي؟ خديجة طولي بالك شوي، نحن لهلأ ما منعرف شو هي القصة. مولاي ليش هيك عملت مع الباشا؟ لأنه هيك اتطلب الوضع. بس إبراهيم باشا كان أستاذي ومدربي، وهو كتير تعب معي، وأنت كنت كتير تحبه وبتثق فيه كمان. مولاي السلطان الأم على الباب. دخلها. مصطفى اتركني مع السلطان شوي. بالإذن. شو بكي؟ قولي. السلطانة طلبت مني أرقص بحفلة الخطبة، كيف رح أرقص وأنا من جوا عم أتعذب؟ شو ساوي؟ فوتون. مو بإيدي يا أميري. طولي بالك وما بدي إياكي أبداً تزعلي، لأني مستحيل أتخلى عنك لو شو ما صار. مصطفى. عمتي؟ تعال، بدي تاخدني لعند إبراهيم. إذا بكرة إبراهيم ما رح يجي على حفلة الخطبة حيموت، رح يقتلوه، رح نجيبه بأي وسيلة. اليوم رح يجي صاحب جراي خان وأنا لازم أكون باستقباله. مصطفى، حياة إبراهيم متعلقة بروحتنا لعنده. بروح بس بشرط انتي ما لازم تجي معي. شوفي نصوح، انت شو جابك لهون؟ باشا جناب الأمير، اجيت أخذك يا باشا. مولاي بعدكن لهون مشان تقتلوني؟ مولاي السلطان ما بيعرف أني عندك. لكن لازم ترجع. مستحيل أرجع يا باشا إلا إذا حضرتك إجيت معي. ريكو؟ لازم ترجع معي، لازم تكون موجود بالخطبة. أنا حابب أحضر الخطبة بس صدقني مو قادر. أنا خلاص تركت كل مسؤولياتي، وفيك تقول إني عم بستنى مصيري هون. بس بتعرف السلطان لهلأ ما أعلن عزلك، وما حدا بيعرف غيرنا بالموضوع، وإذا ما إجيت على الخطبة السلطان ممكن يعمل مشكلة. صدقني لو إجيت أو ما إجيت على الخطبة ما رح يتغير شيء. حذرني. باشا كلنا مجبورين إنه نعيش الحياة اللي اختارها إلنا السلطان سليمان، وما فينا نعترض عليها بالمرة، والكل بده يرضى بنصيبه منها. مو هذا هو رأيك؟ ايه والله، وهذا هو نصيبي يا مصطفى. لا مو مزبوط، انت عم توقف بوشه. قلت لي وقت بتاخد قرارك لا تخلي مشاعرك تسيطر عليك، وهذا الزواج وافقت عليه بسببك انت.
حكيت لي عن بقاء الدولة وعن مسؤولياتي وواجبي كأمير. هذا شيء تاني، أنا بروح وبيجي واحد تاني محلي، بس أنت، أنت مستقبل هاي السلالة وهي الإمبراطورية العظيمة، لا تنسى. مصطفى رجع فورا. شو بده يصير بزوجتك وولادك؟ من وقت ما رحت وهي لابسة الأسود كأنك متت، معقول إنك تتركها بهالوضع؟ نسيان إنه عندك ولدين ولساتهم صغار؟ الأولاد سبب جيتي لهون، ما بدي يشوفوا مصيري. مصطفى بترجاك إنه ترجع لعند مولاي فورا. بكرة بروح يا باشا، بلكي بتكون غيرت رأيك للصبح. مولاي الأمير مصطفى من مبارح مو هون، أنا بلشت أقلق، صاير شي مع الأمير وأنا ما بعرف فيه؟ مولاي إجا الأمير مصطفى. خليه يفوت. مولاي شرفتونا حضرة السلطان. حضرة الأمير خفت عليكم كتير، إن شاء الله ما يكون صاير معكم شي مو منيح. ما في شي، بس ما حبيت أرجع بنص الليل. سامحني يا مولاي، أنا رحت لعند إبراهيم باشا بدون ما أخبركم. أي وصلني الخبر. أنا كنت ناوي جيبه معي للباشا على القصر، ووجوده بحفلة خطبتي كتير مهم بالنسبة لإلي. قدرت توصل النتيجة معه؟ أنا حاولت كل جهدي يا مولاي، بس الباشا قلبه مكسور، ما سمع مني. قال هو رضيان بمصيره. قلت له أنا لكان ما رح روح على القصر، بس ما قبل مني وبعتني إجباري عني. فهمت. مصطفى في شغلة حابب إنك تعرفها، أصحك توقف ضد عيلتك مشان أي واحد ومهما كنت بتحبه، لأنه ما في حدا أهم من عيلتك على وش الدنيا. مولاي بدي هلأ أروح وجهز حالك للخطبة. حضرة الأمير مصطفى ألف مبروك. شكرا. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا محمد. يا باشا، إبراهيم باشا ما رح يحضر خطبة الأمير. ما بعرف بنوب، كأنه صار له زمان مبين، ليكون صاير معه شيء. هبقى تجيب سيرته أحسن ما يصير شيء مشكلة. ما
علي بيك، خلونا نبلش الأشياء. حاضر مولاي. مصطفى تعال قدامي. اليوم خطبة ابني الأمير مصطفى، الله يجعلها فال خير على الجميع. آمين.